نلتقي مع أحد قادة الجبهة الميدانيين، الأخ المجاهد أبو رشيد، يحدثنا عن سير المعارك في هذه المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين. معنويات الجيش الحر عالية جدا. إن هنا باقون هنا كصخرة الجدار كالماء في الصبار. سنقول للأسد وزبانيته ولمن يدعمه من روسيا وإيران وفي مجلس الأمن: لا ترد الحقوق في مجلس الأمن وإنما في مكتب التجنيد. إن 2000 قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديد. الله أكبر، والعزة لله، الرحمة لشهدائنا، والثبات لمعتقلينا ومجاهدينا المتواجدين الآن على خطوط النار في كل مكان. الحمد لله رب العالمين. إن كما قلت إن هنا باقون كصخرة الجدار كالماء في الصبار. لنقول للأسد: إنا قادمون يا بشار، إنا قادمون يا بشار من دير الزور إلى الشام، من دير الزور إلى حمص، من دير الزور إلى حماة، من دير الزور إلى الشهباء، من دير الزور إلى قامشلو. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والنصر بإذن الله معنا. إن الله معنا، إن الله معنا، ومعنوياتنا عالية. تكبير، الله أكبر. تكبير، الله أكبر. بارك الله بك الأخ.